شكرا مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من طريق الجديدة أو الطريقة الرابطة بين مدينة الدار البيضاء والجديدة إلى منطقة المستوى منطقة الاستسفاء. حادثة سير خطيرة، الضحية ديالها سائق دراجة نارية مغمى على الأرض بين الحياة والموت. وانتم كتشوفوا جوج ديال السيارات ديال الأمن اللي علمتنا عدد من رجال الأمن اللي كاينين كيتواجدوا في المكان ديال الحديث، ما بغيناش نقربوا لحدا السائق ديال الدراجة النارية اللي باقي ساق على الأرض. ربما أنباء تقول بأنه فارق الحياة، ولكن ما عندناش الدليل، في انتظار وصول سيارة ديال الإسعاف اللي غادي تتم النقل ديالو، غادي تقوم بالنقل ديالو. نعم؟ لا ماشي مشكل الصحافة. انتظار وصول سيارة ديال الإسعاف اللي غادي تقوم بالنقل ديالو إلى المستشفى، أكيد في المستشفى هما اللي غادي يقولوا واش باقي على حي، وهذا ما نتمناه، أو توفى الله يرحمه سائق ديال الدراجة النارية. شكون صدمو؟ شكون ضرباتو؟ أش من سيارة ضرباتو؟ والسيارة واش عربة؟ واش شاحنة؟ واش حافلة؟ رجال الأمن توصلوا بأن شخص سائق دراجة نارية سقط في الأرض في هذه الأثناء، و جاءوا من أجل المعاينة ومعرفة الأسباب ديال هذه الحادثة ديال السير الخطيرة اللي وقعت هاد قبل قليل هنا بالطريق الرابطة بين كيف قلنا ما بين مدينة الدار البيضاء ومدينة الجديدة على مستوى منطقة لساسفة. نتمنوا ما تكونش الحادثة ما تكونش مميتة، إنما ما يتبين وما يظهر بأن الشخص في حالة غيبوبة. وأكيد تنتظروا السيارة ديال الإسعاف اللي غادي تقوم بالنقل ديالو إلى المستشفى. أنتم كتشوفوا جوج ديال السيارات ديال الإسعاف، هادي الشرطة عفوا، اللي متواجدين بالمكان ديال الحادث. الشخص ساقط على الأرض، ما بغيناش نقربوا حداه لأنه كينزف بالدماء، الله يشافيه. نتمنوا ما تكونش الإصابة ديالو خطيرة أو مميتة. وبالنسبة لهذا الشخص، إذا كان الشخص اللي صدمه أو ضربه خاف يوقف في هذا الوقت، أنه ما عليه إلا يقدم راسه للمصالح الأمنية بمنطقة الحي الحسني مدينة الدار البيضاء. رجال الأمن كيحققوا في أكيد في كل الحيثيات وكل الظروف اللي تقدر توصلهم للسائق اللي صدم هذا السائق ديال الدراجة النارية هنا بهذه الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينة الدار البيضاء والجديدة. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. أكيد أنتم كتشوفوا السيارة ديال الوقاية المدنية وصلت في هذا الأثناء من أجل نقل هذا الشخص إلى المستشفى. ديال الوقاية المدنية تصل في هذا الأثناء من أجل نقل سائق الدراجة النارية أو صاحب هذيك الدراجة النارية إلى المستشفى في هذا الأثناء كيف كتشوفوا. الأثناء كيف تشوفوا مباشرة على قناة شوف تيفي يتم نقل الشخص المصاب من طرف عناصر الوقاية المدنية على متن غادي يتم النقل ديالو في المستشفى على متن سيارة الإسعاف التابعة لجهاز الوقاية المدنية.
تحديدا لحظة نقل الشاب صاحب الدرجة الجمالية إلى المستشفى من طرف عناصر الوقاية المدنية في هذا الأثناء. حادثة خطيرة في الطريق الرابطة بين مدينة دار البيضاء والجديدة على مستوى منطقة لسفرة. في هذه الأثناء يتم نقل ضحية سائق دراجة نارية حضور عناصر ديال الأمن الوطني، يتم النقل ديالو على متن سيارة ديال الإسعاف التابعة لجهاز الوقاية المدنية لتدكيك سائق هذه الدراجة النارية. أصيب إصابة خطيرة واللي ضربوا بلاد الفرار، والمصالح الأمنية في منطقة الحي الحسني أكيد غادي تفتح تحقيق لمعرفة السبب ديال هذه الحادثة وشكون صدم هذا السائق ديال الدراجة النارية وخلاه ما بين الحياة والموت هنا في الطريق الرابطة كيف قلنا بين الدار البيضاء والجديدة على مستوى منطقة ليساسفة بمدينة الدار البيضاء. شنو نعم الشريف خدام اخويا كنصور كنصور راه علمت البوليس صحافي اخويا عندي مرحبا في هذه الأثناء كيف كتشوفوا السيارة ديال الإسعاف التابعة لجهاز الوقاية المدنية تحركت في اتجاه المستشفى بعد ما نقلت الشخص اللي أصيب إصابة خطيرة بهذه الطريقة الرابطة بين منطقة ليساسفة بين مدينة دار البيضاء والجديدة على مستوى منطقة ليساسفة. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.